السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم باركم لكم في قناة سيسكاي. نحن بلعبة بلوك سترايك وين كان رد تصور ماري كرافت 500 مرة ورد تصور كل شيء 500 مرة بس برنامج تصوير مراضي صور. اوكي اوكي ولا شيء. هذا قتال مخاش هو قام مسلسل بالقاع انت زين على اي واحد يجيك تفضل لا اقتل هذا الرجال فضل الكتله هو القاتل لا تكون مسلسل اوبا اوبا اوكي شباب لو حصلنا مسدس اريد ننتقم من واحد بس خايفين اقتلها وات ما طول ما مات طيح ذاك الكلب اي واحد بس خاف واحد يساعدنا من مرعب المخرب كلش يلا اقتل واحد اقتل خلنا ننتقم من ذاك ننتقم منه اي واحد بس اقتل واحد يا الله اديلهم واحد هيد شوت يلا جانا واحد بعد حول هذا شنو هذا هذا وقف وقف اطلق عليه يلا اطلق اوكي عندنا المسدس الحياة بقى صارت جميلة وين نظام هنا سيطلع القاتل والله ما خلص الوقت يا الحول الله لا يا اخي اتحرك زي العبيط من القاتل من الحمار هذا تتك هل انت القاتل من القاتل يا عبيط هذا القاتل لم يعرف يكتل اوكي بدينا الجيم اللي بعده ان شاء الله نطلع المرة شغلة ما اعرف شو شباب صار لي هواي ما لعب اللعبة بلش اذا ما اتحرك حدا اوكي اوكي اي قاتل منو أدرى 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 جيت شوف أنا قاتل قاتل تعال عبيط يا عبيط أوكي والله شوف يعني أنت خوش شخص أوكي لا تطيني واحد هيتشوت من أنا هسه قتلني القم الهطف كفو عليك هسه شباب بما أنا أخوي أخذ المسدس فراح يلقمون كلهم كل اللي بالساحة حي القم على نفسه تعال الهطف هو هذا اللي سوى حركة فعلا حقه هذا المتخلف القوم الهطف والله لا ما تحس ومن هذا وراك اوكي كيف انتظر وين هذا اصبر اصبر لك هذا واحد يا حيوان قام يتحرك تعال يا بغل تجيمي ليش مع الهطف القوم الهطف القوم الهطف خانا الملثم اللي هو صاعد في المطر الهو نزل قبالة سبحان الله عندنا الهطف اوكي شباب خانا واحد وسيلقموا على وجهي السلام عليكم هالي من ايه من اسمه السلام عليكم تطيها واحد هيد شوت اوكي شباب حوقف تصوير اخاف يروح علي اوكي شباب اوكي وين وين الفالح انت وين انت وين وين هذا هلا وهنا يفوز القاتل انقم الهطف انت مو هطف هلا بالظلمات والمسدس اوكي شباب كان جيم جميل ذبحنا فيه الناس ما يعتبر غش بما انه احنا اثنين هاي فادت انه يكون اثنين في الجيم واحد اذا طلع واحد من عدم القاتل الثاني يساعد كلش اوكي اذا محقق احلى حسب هواي للقاتل اوكي مع الاسف المهم من 10 بس يلا لا ولا شيء قتل مسدس قتل له واحد شباب قتل مسدس قتل له اديها واحد ادي الله الحوي
طيب انطبخ انظر وينها بيها واحد هيد شوت مسدس المسدس الله عليك دبالك تبع كل شيء البوري اه والله شباب احنا نبدأ نسعد على البوري انا اخذت المسدس عندي قوة البوري او قوة المشي السريع واخويا عدى المسدس فضل قتل الولد ما تسكن اسمه دي اي دي اي دي دي اي دي دي كابيتال اي دي دبالك صعد على البناية السوداء هو تقريبا على الدرج مالته صعد مالته يمشي الله عليك الله جي 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 شباب احنا وقفنا نبدي نتصل بسرعة اوكي شباب بدينا من جديد وقفتوا على مدير حفظ التصوير لان التصوير متخلف يوقف على فت ساعة يجي على فت مرة وقف زين عبد اوكي ويا الله يا الله يا الله يا الله لا اصعد قم يا الهطف خلص هذا محمد القاتل اللي اذا انا ارسل منه للابد القم يا الهطف القام اوكي شباب لم يمر الجيم على خير راح نبدا بسبعه ليش بسبب انه فد واحد حقير يسوي حركه مو يطلع عند المسدس راح يصعد على هذا البوري ما حد يقدر يصعد عليه ويظل المسدس يم بس القاتل يقدر يصعد لا اذا كان كم سنتين بس القام او قاتل وهذا المحقق لا الله ينعش شكلك خذ مسدس الله القم يا الهطف القم يا الهطف تعالوا 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 يا الهطف تعالوا الو ايش فيه القم يا الهطف القم يا الهطف خلي يلقم على ذاك الكلب شبابي خلي يطلع خلي يلقم مع نفسه يا شيخ اوكي احلى شيء طلعت قاتل تعال منو يجيني لا ضبك الغلط تفضل خوش ممتاز لا حسب قف يوقع على المسدس وجيب ام العيد احلى شيء اهم شيء انتقام من ذاك الحقير طلع يمكن مو هو هذا طلع واحد طلع تعال يا ملثم ملثم تعال ساقتلك يا من لست المسؤول راح افضل ادعي حق الملثم بشكل مو صح بس يقال يجي يمي القم منو بقى واحد تفضل شوف لنا هذا من الواحد ودي له وحده في دماغه اوكي شباب فد لحظه خلينا نوقف الصوت المتحدث اوكي شباب رجعنا لكم ليه ما ادري لا مو شوف لنا منو وين مصيبه كنت الحق ملثم وطلع 100 دولار كبار بس قتلته انا تعلم انا بالسباون هذا افتار لا يوجد احد هنا بعد وين لحظة من هذا اوكي اي والله شكله جو الجسر العظيم اي والله هاي مية تعال القم يا الهطف جو الجسر العظيم راح تطلع من بداية انت وين اخذت اصبر روح اديها واحد هيد شوت تعال 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 شعدنا يلا بس فضنا خلينا نخلص الجيم القم اوكي شباب هذا الجيم بسلام بالاحرى كتبت الكل اهم شيء على قبل ذاك الحقير طلع لا بعد ما طلع الكلب مثل الاصرار اي واو ثلاث مرات طلع ترى هو هاي المرات الرابعه راح اذا طلع يعني قاعد دايم تخيل الحظ هم واو الحظ مالته قاتل نايس طعم الحظ الحلو لحظة خليك قلت له القم يا الهطف خوش ما حد ما شافني بس الملثم واضح ما هو لان شافته اوكي لحظة اصبر هذول اثنين اوكي هذا ما طلع المسدس والبنية شافتني فضولي لو هذا الولد بالقاع لو هذا الولد على العمارة الصالح انتهت انزل ترى واحد جيت قلت لك اخذت المسدس انت تدري اوكي شباب راح نقتل هلا ابويا
الضحيه والبنيه الكلبه بالاختصار. تعال الهطف تعال تعال سأخسوا لش عملية انتزاع احشاء عملية الملثة متى تضرب يا الملثة؟ انا لا ارحم اسوي عملية انتزاع الاحشاء بسرعة فلا تخاف ها متوجع لا بان الحمار قال صعد يمه بان شات هذا ما شات يعني صعد الحمار تعال 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 لا والله حرام تعال الهطف تم انتزاع الاحشاء بنجاح تفضلي تعال خلوك قلت لك ثواني تعال يا بولي شباب شوفوا بس القاتل والمحقق قدر يصعد على البولي واللي كامش المسدس تضرب على الله السلام عليكم القى نايس المهم شباب راح نوقف نبدا على مود لا على مود الحظ التصوير ونرجع اوكي شباب رجعنا الحظ يسري معنا اهم شيء ذاك اللي ذبحناه بالبدايه هذا اهم شيء لحظه خل انضم لانه اذا طلع محقق او قاتل راح انتقم قاتل الجديد تستاهل انا ما اجازي منو هو اجيتك حالة ما اجيك شباب هذا انتقام ثلاثي مدبل سيقول ذولي هاكا لانه ما كش هلاو هلاو خفايا بناي اسمه انا اشك بك يلا يلا لا تنعق انقبل هطف ما شاف المحقق على العمار الصادق قاعد تغلى يا شباب ماذا فعلت بنفسي يا حمار يا محقق تعال باع الملثم انا ترى بسهوله اسوي عمليه انتزاع الاحشاء تم انزاع احشائه بنجاح لم يخرج اي دم بل خرجت احشاء يا حبيط إذا لحقت يا شيخ لا لا بعاني الحمار منو منو بقى منو بقى بقى بس ولد صح؟ أنا ولد جوا الجسر العظيم لا لا بس لا يروح بس لا يروح تعال الهطف تعال القام شباب انا انتظار الثالث وعلت حوالي الله هذاك احلى شيء انتقمنا منه شباب راح اوقف وابدا على مود يعني التصوير اوكي شباب اوكي شباب علقت اوكي بدينا لازم انضم واستخبى لانه هذول كلياتهم يريدون يصمتون ابو ابويا ولا اوكي هسه انا متاكد واحد راح يطلع ويقتل فالاحسن شباب نتزبل ها السلام عليكم لا تكفى لا تقتلني تكفى انا ولا شيء لا مو هو هذا ولد ما عاد ولا سكين شكله ذاك القاتل الكلب اللي يريد ينتقم منه او بالاحرى انتقمنا منه سواء انا وصلت هنا اوكي اي ادري لا لا مو انا تكفى مو انا اخاف القاتل يجي يخدر بي الملثه مشو منو هذا ادى الواحد هيد شوت يطي له واحد هيد اوكي انا وين منو يمي انا خايف جدا جدا قول لي شت راح اقتل له واحد شكله انا خايف احد اي واحد اقتل لك يا حمير ما قتل يلا يلا محقق يلا محقق اي قتله ما حلبات ما قتل هذا اللي يريد ينتقم للعدل لا اوكي مو مشكله ما راح اوقف تصوير ولا احسوي شيء اعتقد هذا الجيم الاخير يعني شباب هذا الجيم الاخير وها هي بعد إذا طلعنا شيء خوفه وإذا ما طلعنا لا ما يعتبر الجيم الأخير لأنه لازم نطلع شيء عامل نسوي شغلة جميلة أخرى مع إنه اليوم ثلاث مرات طلعنا قاتل ولا شيء كفو شباب المحقق قتل القاتل سوت لعملية انتزاع احشاء اوكي يا شباب راح نشوف هسه احنا شنو واعتقد راح نوقف المقطع ما لا تعرفه هلا ترى شوف انا راح اسوي لك انتزاع احشاء من جديد اذا طلعت محقق او قاتل اوكي عملية انتزاع الاحشاء يلا اطلع شوف قاتل قاعد عم الكذب ضربته ما انضرب قاعد عم الكذب وقعد من جوا الجسر العظيم لا شباب شو تخمن من عنده لا
مو ضربة كان جت هيك صدمة كبيرة. تعال الهطف ما أدري إذا يضربية ولا اسمع صوتك. أوكي شباب هذا العبيط تعال شو والله يشوف يعني أنا أقدر أتخمم بس مو أفضل الحق الحقنا الحقنا منو؟ آه مسدس وات ولد عادي أخذ المسدس إيش فيك؟ شافني قامت من حقك بس لا شافني من حقك لا ما شاف لا ما ما سوينا هذا البغل تعال تعال شافني هلقم الهطف هلقم الهطف مسكت انا هذا شباب بس فد لحظه شباب اوكي شباب احنا جايبين ام العيد محقق يدربين ادري راح اجيكم من جو جسر العظيم ها شافني هلا والملثم باع خلنا نسولف لا لا يلا لا 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 اوكي الملثم خطايا الصراحة لحظة اجيكم من اجيكم من وراكم لا من قدامكم من قدام صح قتلت ايش قتلت انا اه ضربة واحدة واللي شت الله ضربة واحدة جداد يا اخي والله خطيه والله شوف يعني تفضل ايش نسوي له لا تعال القم ابنك انت ابو سبحان الله تعال تعال بس خليك تفضل خطيه والله خطيه هذا الملثم شخص محترم تعال تعال القم الهطل اوكي شباب والله خطيه هذا الملثم هذا الصراحه بس ما شو نسوي لازم نفوز احنا اوكي شباب اذا ما طلعنا هسه الشيء هاي نهايه المقطع اوكي والله المقطع طلع اسطوري القم الهطف كان قتلت اسرع من كذي بس اوكي اوكي يا شباب لهنا وصلنا نهاية المقطع اتمنى استمتعتوا خلي لايك واشترك في القناة واشترك في زر الجرس وبس او ماي جاد مع السلامة.